وزي ما عودناكم مشاهدينا بداية كل حلقة، الفقرة المهمة اللي الجميع بيستناها من أمس، يعني ما شاء الله دائما الناس بيشاركوا معنا ويكونوا متحمسين على أول فقرة معنا، إننا نسحب على 3 فائزين جاوبوا صح على سؤال حلقة أمس، والسؤال كان ما هي الأكلة السعودية المفضلة للفنانة كارمن سليمان واللي ذكرت في الحلقة. الإجابة الصحيحة هي المندي. طبعا الآن رح أسحب على 3 فائزين عشان يفوزوا بجوائز مقدمة من السيف جاليري وجائزة مقدمة من صيدلية عيادات ألور بالتعاون مع زين أوباجي قيمتها 1450 ريال، وكوبون شراء بقيمة 500 ريال مقدمة من دار أزياء فاطمة بالحداد. كل التوفيق لكم يا رب وفالكم الفوز. خلينا نشوف مين الفائز أو الفائزة الأولى معانا. عندنا عبد الله. عبد الله ان شاء الله تكون متابع لنا. ايوه يا عبد الله الف مبروك، فزت معانا اليوم. خلينا نشوف مين الفائز او الفائزه الثانيه معانا. لمى العنزي، الف مبروك يا لمى، انت الفائزه الثانيه معانا اليوم. اما الفائز او الفائزه الثالث او الثالثه والاخير اليوم رنا سالم، ممتاز ألف مبروك يا رنا، ومبروك لكل اللي فازوا معانا اليوم واللي ما حالفهم الحظ فلهم الفوز بإذن الله في الحلقات القادمة بإذن الله. يا ريم، يعني زي ما احنا عارفين كل يوم بتكون في جوائز مقدمة من جهات مختلفة، وكمان